مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة، بداية أسبوع جديد من البيت الكبير. الحقيقة ما فيش شك إن احنا كلنا كأهلوية وجماهير الأهلي بنعيش فرحة، فرحة على المستوى الكروي بالأداء المميز جدا جدا لفرقتنا، للصعود لإن شاء الله الخطوة الكبيرة للحصول على التسعة. فرحانين ومطمنين، يعني فرحانين جزء كبير جدا جدا. كان يمكن الناس قبل مباراة الوداد هنا، مباراة العودة، كان نوع من القلق شوية، والفرقة ما عندهاش ثقة، ولازم كل ده اتمسح تقريبا بعد 10 دقائق من المباراة، واستكمل الفرحة واستكمل الأداء الجيد والأداء المميز جدا بعد 90 دقيقة. بنقول مبروك أو نص مبروك لجماهير النادي الأهلي، لأن المبروك الكبيرة إن شاء الله مأجلينها ل 6 نوفمبر إن شاء الله. بنقول مبروك لفرقتنا، إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيكم، وإن شاء الله بإذن الله بهذا الأداء وهذا الالتزام وهذه الجدية وهذا التركيز، إن شاء الله بإذن الله البطولة التاسعة إن شاء الله عندنا هنا في دولاب الجزيرة إن شاء الله. طبعا برحب بيك يا سيام، مساء الخير عليك. أنا برحب بيك، كنت متألق وعامل شغل عالي في الاستوديو التحليلي. طبعا خيانة.